ولتفاصيل أكثر عن سير العمليات الانتخابية تنضم معنا عبر الهاتف المتحدثة باسم مفوضيات الانتخابات جمانة الغلاي. مرحبا بك سيدة جمانة. إلى أين وصلت المفوضية في دائرة استعداداتها النهائية لإجراء الانتخابات؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. مفوضية الانتخابات الآن تعمل ضمن مرحلة الاقتراع. أنهينا الأغلب العام من هذه الإنجازات والاستعدادات. مفوضية الانتخابات الآن تدرب موظفي الاقتراع على إجراءات التصويت العام والخاص وإجراءات الاقتراع. فضلاً عن ذلك أنه سوف تستعد المفوضية لإجراء المحاكاة الثالثة والتي سوف تكون بأيدي موظفي الاقتراع الذين تم تدريبهم لهذا الشأن. طيب. أيضاً مفوضية الانتخابات أنهت الاستعدادات اللوجستية من المواد الخاصة بالعملية الانتخابية واستلمتها. وتقريباً احنا أنهينا أغلب المفاصل الخاصة بمرحلة الانتخابات. طيب، ما أبرز سمات ورقة الاقتراع التي تحمل شفرات أمنية عالية كما ذكرتي في إحدى النشرات أو في إحدى تصاريح لك، والتي ستستخدم في الانتخابات المقبلة؟ هل هي كفيلة بمنع التلاعب بالنتائج؟ هي إحدى وسائل منع التلاعب بالنتائج. طبعاً ورقة الاقتراع هذه الوسيلة هي وسيلة جديدة صح؟ نعم، هذه وسيلة جديدة كون هذه ورقة الاقتراع تحتوي على شفرات أمنية عالية وباركودات خاصة بها. فضلا عن أنه لا يمكن أيضا يعني استنساخ هذه الورقة، وحتى العجينة عجينة الورقة هي عجينة خاصة بورقة الاقتراع. طيب، في حال تم تسجيل خروقات في الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، ما هي الإجراءات اللي راح تتبعها المفوضية؟ عفوا شنو؟ يعني في حال انه كان هنالك تسجيل لخروقات من قبل المرشحين، شنو الاجراءات اللي راح تتبعها المفوضيه لردع او لايقاف تلك الخروقات؟ نعم، مفوضيه الانتخابات طبعا شكلت لجان رئيسه وفرعيه، وهناك يعني رصد المخالفات الانتخابيه. طبعا الاحكام المترتبه على المخالفات الانتخابيه هي قد تكون بين عقوبة الغرامة والحبس، وقد تكون بكلتا الحالتين، يعني قد يكون غرامة وقد يكون حبس بحسب المخالفة الانتخابية والجرم الانتخابي. بالتالي هناك لجنة مختصة، شعبة مختصة، شعبة الشكاوى، ترفع تقريرها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار الصائب فيما يخص هذا الجانب. طيب، في حال شخص قام بتخريب الدعايات الانتخابية، شخص غير مرشح، هذا نعم شخص طبعا ترفض هذه المخالفة بوثائق ودلائل ويرفع إلى مجلس المفوضين. مفوضية الانتخابات تحيلها إلى الجهات المختصة أو المحاكم المختصة، كون هذا يعد قد يكون يعني بحبس أو قد تكون بغرامة لا تقل بين المليون إلى 5 مليون، وحبس لا يقل عن شهر. وبالتالي الحبس إلى الجهات المختصة هي التي تقوم بهذه الإجراءات إلى المحاكم المختصة. نعم، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي كنت معنا، شكرا جزيلا لكِ.